تعالوا نورجيكم اليوم مسجد الهدى. تحفة فنية معمارية. هلا فايتين على فطومز روم. فطومة الجالية جدا رائعة ومتعاونين والوضع جدا ممتاز والله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من مدينة فيشرز في ولاية إنديانا. بنقول لكم اليوم يا هلا، تعالوا نورجيكم اليوم مسجد الهدى. هذا واحد من أقدم المساجد الموجود هون. بسم الله ما شاء الله، مسجد جميل تأسس من سنتين. تحفة فنية معمارية بصراحة، بسم الله ما شاء الله. من وقت ما بتفوت لجوا تشعر بالفخر. صار لهم في مبنى قديم من أكثر من 20 سنة، هلأ من سنتين عملوا هذا المبنى الرائع الجميل. هو عبارة عن مركز إسلامي بنادي بقاعات بصالات، شيء خرافي فاخر على الآخر. تعالوا نشوف، نفوت لجوا ونشوف الترتيب. تفضل. الهدى فاونديشن أسست من 15 سنة، بس هذا المسجد الجديد بني من 2021، يعني بعده سنتين. ما شاء الله المسجد 40,000 square foot. ما شاء الله. This is the entrance. ما شاء الله، يعني إحنا we try to make it for everyone. ما شاء الله. فيعني if you look at these كل اللايتس البندت لايت دي دي جاي من مصر. بورسلين أعتقد جاي من إسبانيا. هذا الرخام جاي من البرازيل. حلو ما شاء الله. فخم رائع التصميم. هذا التصميم مين صممه؟ هذا التصميم كان عندنا زي كونستراكشن كوميتي، هم اللي عملوا التصميم، واشترك في التصميم ده يعني مهندسين مسلمين، فهم عملوا التصميم. حلو. وقدموه للمسؤولين والحمد لله بدأنا في التنفيذ. الحمد لله. طيب ما شاء الله، شايف انا ميمنة تمام، وشايف انا ميسرة، وهون المسجد تمام. نبدأ من المسجد؟ طب تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. تفضل. احنا في القاعة الرئيسية دلوقتي للمسجد، وهي القاعة ما شاء الله يعني تتسع لعدد 1150 مصلي. هذا القبة هي اللي هون، الشندرير الكبير ده ما شاء الله اجبناه من مصر. الشندرير موجود مصر، الشندرير لوحده مثلا 600 باوند الويت. وهذه اللوحة القرآنية ما شاء الله جاية من إندونيسيا. يعني أنا شايف هيك ما شاء الله إنه المسجد جميل، بيعطي راحة نفسية. الحمد لله. وأنت داخل هيك على المسجد بتحس حالك إنك أنت مبسوط، مرتب، نظيف، جميل، الموكيت. بس مسا قلت لي 1150 شخص. 1150 ده مصلى الرجال. نعم. هذا فوق مصلى النساء. فوق في مصلى النساء. بيسع 300 شخص. يعني طبعا المحراب وال والمنبر. نعم. نعم. حضرتك من المؤسسين. نعم نعم. ما شاء الله. أنت تأسستوا هذا المسجد؟ هذا المسجد أول ما أسس سنة 2002. المسجد هذا البناء بني من سنتين أو 3 سنوات، لكن المؤسسة مؤسسة الهدى تأسست تقريبا سنة 2002-2003. ما شاء الله. نعم. طب الفكرة هون أنتوا أسستوا هذا المسجد لاستيعاب الجالية؟ نعم، لأنه الجالية كان يزداد عددها باستمرار، وعندنا مدرسة إسلامية لأولادنا، فقررنا التوسع وبناء بناء أكبر من البناء السابق. بدأ المسجد بمخزن، مخزن مستودعات، يعني بشيء بسيط جدا، عمل متواضع، لكن بجهود الإخوة الطيبين المخلصين وتبرعاتهم ويعني إصرارهم على إتمام المشروع الكبير، استطعنا بحمد الله سبحانه وتعالى من تكوين هذا المشروع. هذا البناء اللي بشوف البناء الجميل كلف حوالي يعني 9 ملايين وشوي دولارات، كله تبرعات من الجالية. كله تبرعات من الجالية بشكل نعم، ما شاء الله. استقل عن الآخرين، وعندنا 3 أبنية للمدرسة. نعم. المدرسة ابتدائية وإعدادية وثانوية،
يعني تبلغ تقريبا كلفة العقارات الموجودة الآن للمدرسة والمسجد حوالي 20 مليون دولار. هذا المسجد المؤسسين كم واحد كانوا؟ كانوا بدأنا بحوالي 5 أشخاص. 5 أشخاص يا جماعة الخير، 5 بسم الله ما شاء الله بنوا كوميونيتي. الحمد لله. الله يكتب لهم الأجر. طبعاً هو توفيق الله سبحانه أكيد. وتعالى. بس أنا عم بحكي الفكرة. نعم. البذرة. نعم. 5 أشخاص عملوا خطوة. نعم. وثم فيما بعد يمكن تدخل يمكن أكثر من 1000 واحد. نعم. دخل عدد هذا كبير. هذا الشيء الرسالة اللي إحنا بنقولها. صحيح. أنت وين ما بتكون. صحيح. ابدأ. صحيح. ابدأ حتى لو بمستودع. فعلاً هذه الرسالة الرائعة اللي استنتجتها الله يجزيك الخير. نعم. إنه إذا بدأت مشروع خيري في سبيل الله سبحانه وتعالى سوف تجد مناصرين، عدد هائل من المناصرين. نعم. اللي بيناصروك على هذا المشروع وسوف ينجح المشروع بإذن الله. بإذن الله لأنه لوجه الله. حتى لو توقعت إنه صعب وغير ممكن وكذا سينجح ونجاح باهر بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. كيف الإنديانا والجالية العربية الموجودة هون والترتيب؟ والله في الأول ما كان في حد. يعني ما شاء الله في أكثر من 20 مسجد. حلو. كلها مليانة. جالية كويسة، في أبناء المنطقة اللي يسكن فيها في المغرب، في ناس كتير هون ما شاء الله أصحابي. حلو. حلو. فالحمد لله مبسوطين هون. الجالية أول إشي ما شاء الله عنها جالية محترمة ومرتبة وكلهم متعلمين وفهمانين. حلو. وبعدين يعني الأجواء هون كعائلية كويسة كثير. طبعا الجالية الإسلامية مو بس في إنديانابوليس وإنما في كل عموم أمريكا توسع حقيقة. صحيح. يعني من جنة هنا إحنا كان يمكن مسجدين وثلاثة ما شاء الله هسه فوق ال 15 ما شاء الله. هالمسجد عامر بالاكتيفيتي، فعندنا حلقتين اسبوعيتين للرجال، حلقات للنساء ما شاء الله، دروس تحفيظ القرآن، قاعدة النورانية ما شاء الله. المسجد خرج اكثر من 14 حافظ. هذا زي المكان المخصص اللي هو يعني لو اخوة عايزين يبيعوا حجاب او كده. هون في أسانسير للنساء بيطالع لفوق. مظبوط. وفي درج أيضا. وفي درج لو تحب تطلع للدرج. ما شاء الله. وهذا مدخل خاص بالنساء. هذه الغرفة خاصة بالأخوات اللي معهم أطفال للصلاة. ما شاء الله. حتى هذا التلفزيون نائل. طبعا زي ما حضرتك حكيت في أسانسير، في مصعد للنساء، وهذا السلم داخل على مصلى النساء. ما شاء الله تبارك الله. السلام عليكم. مكان للوضوء والحمامات، وهذا ما شاء الله مصلى النساء. تفضل تفضل ما شاء الله. هذا الميزانين ما شاء الله تبارك الرحمن. شوف هذا المنظر الجميل. هلا فايتين على فطومز روم. فطومه طبعا. فطومز روم شو هاي، شو قصتها هي؟ فطومه حسونه ما شاء الله رحمه الله عليها رحمة اولا الله. هي كانت مشتركة في الانترفيث اكتيفيتي. اوكي. This room is dedicated for interfaith، للدعوة. هذه غرفة للدعوة. ما شاء الله. ففطومة كانت من ضمن مجموعة من البنات اللي في الكوميونيتي كانوا بيعملوا دعوة مع الدكتور صلاح السحرتي. فطومة توفت في حادثة. رحمة الله عليها. رحمة الله عليها وعندها 19 عام. فوالدها تبرع بهذه الغرفة وخصصها لاسم فطومة. فطومة للدعوة. هذه غرفة للدعوة رحمة الله عليها والله يجزي والدها كل خير بسم الله ما شاء الله. yeah. غرفة جميلة جدا. yeah. تأخذ فإحنا بندعي فيها مثلا الناس يجوا يوم الأحد جيران المسجد ما شاء الله. المسلمين الجدد بيجوا إن شاء الله هنا. يعني الغرفة زي ما أنت شفت حتى والدها فرشة يعني فرشة جميلة من أفضل المفروشات. وشوفوا لي هون على هاي الطاولة هيك الجميلة المقعد، يعني ما شاء الله تبارك الله. الله يرحمها ويحسن إليها، ادعوا لها يا جماعة الخير. طيب ليش أجيت نقلت لهون؟ فيشرز؟ اه والله البيئة سمحة والله الحمد لله. يعني عجبتني أفضل. عجبتني البيئة سمحة. شوف البيئة سمحة، شوف اللهجة والكلمات. يا أخي أنا أعشق الشعر السوداني. برضو جابتني العمل وما شاء الله هنا الكوميونتي نايس كوميونتي. كله بيقول كوميونتي. أيوة. كله بيقول ليش ليش شوفي شوفي فيها الكوميونتي. الكوميونتي ما شاء الله شو فيها يعني عائلة جميلة كده الناس. نعم. ما شاء الله حبيبين. نعم. والمنطقة كويسة يا زيارة من ما في رأيك هيك تغير جاي تغير تتقصى والله برضو يعني مكشف. فتش لكن يا منطقة جميلة ما شاء الله. ثم تاني الجامعة يعني ما توقعت يكون في مثلا يعني جامعة كبيرة الكوميونتي كبيرة. نعم. طب كيف شايفني هالجالية وهالمنطقة يا جماعة ما شاء الله تبسط الواحد ما شاء الله. هاي يعني ما شاء الله تحس حالك في بلدة عربية كأنه في السودان. كأنه في السودان. ها أنا أقول لك دار شنيا زو حبيبي أكرمك الله. أنا ملاحظ هون إنه ما شاء الله أول ما بتفوت مغطيين مكان الأحذية. مزبوط.
دي كانت من المشاكل اللي واجهتنا، ويعني دايما الناس بتتضايق لما يكون في احذيه في مدخل المسجد. صحيح صحيح. فالمدخل الحمد لله نظيف، وبعد ما تخش بتضع الحذاء بتاعك في المكان المخصص ليه. يعني بتحس حالك فعليا في مثل فايت على محل احذيه. تمام. مرتب نظيف. شوفوا يا جماعه هيك دروج ترتيب القام هون كمان هيك. والحلو انه انت داخل على المسجد ما بتشوفه، يعني ما له باين، واذا باين بيبين هذا الطرف الجميل هيك. ففكره جميله جدا والله حبيتها. تسلم. حبيتها تسلم. وهون بسم الله ما شاء الله اماكن الوضوء، مكان الوضوء، وبرضه في باب جانبي بيدخلك على المصلى. بيدخل ما شاء الله ما شاء الله. هذا هون المطبخ تبع المسجد. هذا المطبخ تبع المسجد. شو تساوي هون انتو؟ احنا طبعا في الايام العاديه بيعملوا كافي، بيعملوا مثلا سندوتشات خفيفه للاكتيفيتيز الموجوده. سندوتشات خفيفه شو يعني سندوتشات؟ شاورما. شاورما خفيفه يا عيلي. شاورما وطفوله. هو مطبخ متكامل، حتى يعني في رمضان بيستعمل طول الوقت، قيام الليل وافطار وسحور على طول. تيجي المسجد ما شاء الله عامر دايما. الله يطرح لكم البركه. ما شاء الله. وتلاجه وفريزر وستورج. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يا سيدي، والله شيء بيرفع الراس، شيء بيرفع الراس. تفضل. كيف الجاليه العربيه هون؟ والله الصراحه من افضل الجاليات كاسلام، كلياتنا حد بعض. حلو. المدارس الاسلاميه، المحلات العربيه، شيء بيرفع الراس الصراحه. ما شاء دائما الله. في تقدم وتطور ما شاء الله. 15 سنه هيك كانت؟ لا بالعكس، يعني احنا بتعرف بلشنا الجامع كان بجنبنا هون. تبرعات وبهمة الناس صرنا اشي كبير وبرفع الراس ما شاء الله. والله الحمد لله، يعني في مسجد ما شاء الله هو لسه مبني بقاله سنتين، هذا المسجد اللي احنا فيه حاليا دلوقتي، والحمد لله في لسه في ارض، وفي مدرسة كمان هتكون من ضمن المدارس. زي دلوقتي في ثلاث مدارس، هنجمع ثلاث مدارس نحطهم في مدرسة في مكان واحد. ما شاء يعني الله ما شاء الله. شغلة كبيرة هي. نعم الحمد لله. الجالية ما شاء الله كلها خير يعني. احنا قدها لانه وبنعمل شغلات كبيرة. ما شاء الله عليكم. ما شاء الله. يعني في فرق ما شاء الله. هيك تطلع ما شاء الله الجالية. ما شاء الله تبارك. طب من وجهة نظرك ليش التطور هذا صار؟ شو الترتيب؟ ليش من الجالية من الشباب الجالية. ما شاء الله شد ايد واحد. انا من باكستان. ما شاء الله. بس انت بتحكي عربي؟ لا يا نعم بيحكي عربي. ما شاء الله عربي. ما شاء الله. كم لك تسكن هاي المنطقة؟ هنا منطقة أنا كنت 10 سنوات هنا. 10 سنوات. 10 سنوات. وقبل هذا؟ بعدين كان سعودية. كان 20 24 سنوات. 24 سنة في السعودية، بعدين جيت لهون. ما شاء الله. علشان كذا علم عربي. حبيتها؟ حلوة؟ الحمد لله. معلم شو هالترتيب الجميلة هي اللي هون؟ هذا بهو المسجد، هذا اللاونش روم. عملنا بحيث إنه هو يبقى يعني سبيل أوت، بعد الناس ما بتخلص بتصلي بتطلع ممكن تصلي بتقعد هون. الناس بتيجي تقعد هنا تشرب قهوة تتسامر. طبعا حتى طلاب الجامعات بيجوا هنا بالليل يقعدوا يذاكروا سوا مع بعض في مكان آمن في المسجد. ما شاء الله. ويصلوا العشاء يقعدوا يذاكروا هنا في طاولات التليفون. في هنا ده الكيتشن المطبخ. ما شاء الله. جنبهم على طول بيقدروا يطلعوا منه حاجات. ولو انا بس بدي اقول شغله انه بسم الله ما شاء الله انتم المسجد هون بتصلوا هي الصلاه الثالثه، صلاه الجمعه الثالثه يا جماعه. احنا الحمد لله خلصنا صلاه وطلعنا وكمان رجعوا هلا ما شاء الله بيعملوا ثلاث صلوات مشان يستوعب الحجم تبع الجاليه العربيه الموجوده هون. طيب خلينا نكمل هلا هون. معناتها هذا البهو، عندنا هون المطبخ، وعندنا هون النادي الجيمنيزيوم. تعالوا شوفوا لي هذا الملعب الجميل. معلم هذا الملعب. هذا الملعب ما شاء ملعب الله ملعب كرة السلة. الملعب 8000 سكوير فوت. ملعب كامل لكرة الباسكتبول، وبنلعب فيه فولي بول وبنلعب فيه بادمنتون. شو هي بقى اخر واحدة دي؟ ايه هذا البادمنتون؟ اي انا شاطر فيها بس قول لي ايه دي. لا احنا العرب ما نعرفها، هي لعبة الاخوة الباكستانية والهنود. أوكي. بيلعبوها اللي هي كرة الريشة. والله هي حلوه هي. هاي كره الريشه اللي بنضرب الصغار وبيلعبوها. وديت السيتس البليتشرز تكفي 144 شخص. 144 شخص كقاعدين. مزبوط. انا شفت كمان هون انتم بتعملوا جودو. ما جودو مزبوط، بيعملوا جودو، يعني حتى كمان بنعمل مسابقات يعني ما بين المساجد، بنعمل دوري في كره الباسكت، دوري في كره الطائره. تعرف اني انا بطل جودو؟ ما شاء الله. طيب تعال درس عندنا شويه بعدين. ما فاضي.
ما يفاضي برجع بإذن الله. المسجد هذا هو مو بس عبارة عن أنه مصلى تصلي، لا هذا مركز إسلامي متكامل، هذا مركز إسلامي متكامل. تجي لهون أنت وعيلتك وأولادك، في أنشطة، تقعد هون وتخلي الأولاد يتعلقوا في المسجد. مزبوط هو ده الغرض، هو ده الغرض، وهو ده غرض البناء الأساسي، إن نعلق الأولاد بالمسجد ويبقوا حابين المكان. لما يجوا عايزين يجوا الأولاد الشباب، الولاد والبنات، وهذه الستائر بنزلها لما يكون الأخوات بتلعب، تكون بنات. نعم. وعندنا المسجد كمان فيه محاضرات للقرآن، في ستيم جيرلز اللي هم البنات، اللي هم بنات الثانويه، في لكل الاعمار. هذا مركز اسلام متكامل، فالمسجد متكامل لكل الاعمار والله، من كل من سن 4 سنوات لغايه 30 سنه، وبعد كده 30 سنه طالع. شو المميز بانديانا؟ انديانا رخيصه معيشيا، اوكي، ونوعا ما التاكس فيها اقل من غيرها. يعني انديانا هون الميد ويست كله افضل انا بالنسبه لي. نعم. يعني والحمد لله في هذه المنطقة كوميونتي تبع المسلمين جيدة، كويسة، كبيرة، يعني كتير كتير حلوين. يعني إحنا عشنا مع بعض لنا 20 سنة، فكنا بنشوف نفس الشكل 20 سنة، هيك صرنا أهل مع بعض. ما شاء الله. شفنا كل الناس لما كانوا يعني هيك أولاد وصاروا هيك يعني كبار. ما شاء الله. إشي أكرمك الله. شوفوني على الضحكة الجميلة شو هذا الشاب. تزوج أنت؟ لا لسه. ندور له على عروس. ندور له على عروس. أحسن الجاليات يعني كفاءات وناس كويسين، والجامعة ما شاء الله صلوا تقريبا 2-3 سنين مبني. والله جيت مشان المدرسة الإسلامية ومشان الجامعة بشكل خاص. أولادي بالمدرسة الإسلامية من صغرهم، وجينا لهون انتقلت بعد ما خلصت الترينينج تبعي. هو الهدى مقام على 14 إيكر، منهم 8 إيكر لاند، وعندنا 6 إيكر بحيرة، وهذه منطقة أوت دورز، يعني حتى في هنا فيها لايتس أت نايت، وزي ما أنت شايف ستامبت كونكريت، بتكفي ال 200 شخص اولاد بيجوا يعملوا بان فاير. انه هي قاعده خارجيه لما يكون الجو جميل. قاعده خارجيه مزبوط. حلو. الباركينج شو وضع الباركينج؟ الباركينج عندنا بياخد 400 اعتقد 420 سياره، ولو انه في الوقت الحالي مش كافي. ما شاء الله انت زي ما انت حكيت عندنا 3 صلوات بالجمعه، فاحنا السيتي وافقت لنا ان ورا الشجر ده على طول في باركينج. اوكي. بتاع السيتي فدي ار لاو اس ان احنا نيوز ذا باركينج اند ووك ذس واي. حلو. يعني السيارات بتصف هني وبتجي لهم. مزبوط. هي السيتي قالت لكم خذوها استخدموها. قالت لنا بنستعملها. قد ايش صار لك عايش هون؟ مو هوايه. مو هوايه كم يعني؟ مو هي كلمه مو هوايه، مو هوايه فيها لغم. قد ايش والله قد ايش؟ قد ايش صار لك عايش هون؟ يعني هسه صار لي شهر ونص. شهر ونص؟ اه هلا جديد معناتها. الزلمه الطيب هذا ما شاء الله عليك. طب كيف شفت هون الوضع؟ كيف شايف الوضع هون في فيشرز انديانا؟ والله يعني مش مهم يكون مو مثل بلادنا. اكيد لا مو مثل بلادنا. احنا عم نحاول نجيب نوعا ما شوي من بلادنا عشان تهون علينا الغربه هون. شلون بنجيبها؟ الغربه ماكو غربه، اذا تكون مع الله ماكو غربه. يا عيني عليك. ابدا. يا عيني عليك. ابدا. كون مع الله ماكو غربة. أنا والله تواصلت معك على الانستغرام مرة. والله يعني. قلت لي روح على شباب عفلوريدا على محل الأثاث. أهلا وسهلا. رحت عليهم وتواصلت، بس سبحان الله صفينا هون. شوف شلون. سبحان النصيب. كيف سبحان الله. كيف الجارية هون؟ والله كويس. أنا كنت في نيوجيرسي. يس. صار لي يومين في أنديانا. حلو. صاحبي سالبغني ما تجي هون. ما شاء الله. والله. فرحت على الشباب في ترمس عية تبع الأثاث فلوريدا. ما قصروش معي، كل شيء من سببك أنت. الله يكرمك. سبحان الله. الله يعني في هنا شو اسمه مصدر معارف ثاني فلوريدا بسببك. الله يكرمك. عن جد والله يقويك وصفحتك كثير حلوة وأنا متابعها. الله يكرمك. We started out in a warehouse. And now we have this beautiful building, alhamdulillah. MashaAllah. Yeah. Took us a couple of decades to raise up the money, but we did it, alhamdulillah. Alhamdulillah, yeah. Alhamdulillah. Thank you. Yeah, thank no you problem, of course, yeah. كنا معكم هون اليوم من مسجد الهدى في مدينة فيشرز في ولاية انديانا. مسجد رائع، هو عبارة عن مركز إسلامي متكامل. الله يبارك لكم ويطلعكم بركة. طيب هلأ آخر شيء، شو بدنا نقول لهم؟ يا هلأ. يا هلأ. سلام عليكم.